اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يا شباب، اول مسألة بالنسبة لنا بتقول ايه؟ اول مسألة بتقول لي احنا عندنا مركب الفورميلا بتاعته كذا، اللي هي C9 H11 BR. يبقى هعطي لك الفورميلا واعطي لك بعض المعلومات، زي مثلا ايه؟ انه عبارة عن 3 سنجلتس، ويعطي لك البوزيشن، يبقى الكيميكال شافت الاولانيه السنجلت الاولانيه عند 7.10، الثانيه عند 2.3، والثالثه عند 2.2. معايا يا شباب؟ واعطي لك حاجه اسمها الانتجرال، يعني قياس طول الانتجريشن. المساله دي انا جايبها عشان نوريك ازاي بتحسب الانتجريشن. انت بتجيب مسطره تحسب الطول بتاع القلم الازرق، فاكر القلم الازرق؟ اقصد الانتجريتور. هو اعطي لك المقاس اوريدي. المقاس كام؟ السنجلت الاولاني 44، والثاني 130 ملم، والثالث 67 ملم. هو اعطي لك المقاسات عشان تطلع بيها بعدد البروتونز. يا ترى حد عنده فكره نطلع ازاي بعدد البروتونز؟ ازاي نطلع بعدد البروتونز؟ الناس معايا ولا مش متابعين؟ ماشي يا شباب، معانا ولا لسه نايمه؟ يبقى هنا هو في المساله دي انا عايز اشرح حاجتين. اول حاجه اللي هي الانساتوريشن اندكس، دي انا ما شرحتهاش في المحاضرات قبل كده. وثاني حاجه الانتجريشن. خلينا في الانتجريشن. الانتجريشن ده للبروتونز، يعني السنجلت الاولاني فيها 44، الثاني 130، 67، بس ده مش عدد البروتونز، انا عايز اطلع بعدد البروتونز. طيب المركب ككل فيه كام بروتون يا شباب؟ لازم الناس تجاوب وتكتب في الشات. المركب ككل فيه كام بروتون؟ من الفورميولا هي قدامك 11. تمام، يبقى ال 11 بروتون يكافئ مجموع الايه؟ الاطوال بتاع الانتجريتور. المجموع الاطوال كام؟ 44 و130 و67، دول بالمليمتر. المجموع بتاع الكل مع بعض ده يكافئ ال 11. يعني لما تجمع 44 و100، لو معاك آلة حاسبة، 44 زائد 130 زائد 67 يساوي كام؟ يساوي 241. يبقى 241 ملم دي بتكافئ كام؟ 11. تمام؟ يبقى انا عايز كام؟ يبقى لو قسمت 241 على 11 هيديني ايه؟ تقريبا 21.9، يعني نقول 22. يبقى تقريبا كل بروتون يكافئه 22 ملي متر. يبقى تقدر تقول لي اول سنجلت فيه كم بروتون؟ زي بتاعت خمسه ابتدائي كده، مسائل خمسه ابتدائي. لو كل بروتون يساوي 22 ملي متر، يبقى اول سنجلت معناها 2 بروتونز. طيب تاني سنجلت، الناس اللي مش فاهم قول انا مش فاهم. تاني سنجلت اللي هي عند 2.3 دي 130، اقسم 130 كده على 22، مش اتفقنا كل بروتون؟ يبقى تقريبا 5.9، يعني كام؟ يعني 6. الله ينور عليكم. طب ثالث سنجلت 67، يعني على 22 على طول تقريبا ايه؟ 3. يبقى انا السنجلت الاولاني اللي عند 7.1 ثاني من الاول. ماشي يا رحاب. رحاب بتقول انا عايز اعرف انت جبت ال 22 منين؟ جبت عدد البروتونز ازاي؟ حاضر حاضر يا رفيع، انا عندي 11 بروتون، تمام؟ كلهم في المركب 11، وعندي اطوال الانتجريتور بتوع الثلاثة بيكس. لما تبص على الثلاثة بيكس اللي هم بتوع المركب 7.1 و2.3 و2.2، دول مش اطوالهم، دول مكانهم. هم طول البيك قد ايه؟ او المساحه بتاعتها تكفي كام؟ قال لي 44 ملم باول بيك، الثانيه 130، الثالثه 67. اذا مجموعهم كلهم على بعض احنا جمعناهم طلعوا كام يا شباب؟ اعرف فايدة حاب اجمعهم كده يطلعوا كام كلهم؟ 44 و130 241. يبقى 241 هو كل الطول بتاع الانتجريتور، 241. يعني ال 11 بروتون اللي موجودين في المركب يكافئوا ال 241، عدد الاجزاء كلها 241 وهم 11. يبقى كل ال 11 بروتون يساوي الاطوال دول كلهم. يبقى كل بروتون كام؟
تقسم 241 على 11. يعني كل بروتون ليه كام؟ الناس اللي جاوبت مارتينا وفايدة وعزة وكل يبقى كام يا شباب؟ 22. معنى كده ان كل بروتون عندي يكافئ 22 مليمتر. يبقى بالتالي ال 44 الاولانية تكافئ كام بروتون؟ 2. طب و 130 تكافئ كام بروتون؟ تقريبا 5.17 على 6. طيب والتالتة 3 خلصت 67. يبقى انا عرفت ولو جمعت 2 و 6 و 3 يطلعوا كام بروتون؟ مش الاولانية 2 والتانية 6 والتالتة 3؟ يبقى 11 بروتون. هم من دول اللي موجودين في المركب بس كده. يبقى انا من مجموع الاجزاء اقدر اعرف كل بروتون يكافئ كام؟ تلاقي اقدر اعرف كل واحده قد ايه. ادي فكره الانتجريتور. تمام يا شباب؟ الانتجريشن كده اتفهمت؟ عشان المره اللي فاتت ما كنتش مستوعبها قوي. طيب في نقطه ثانيه عايز اشرحها في المساله دي قبل حتى ما نعرف الاستراكشر وتفكر فيه، اللي هي في حاجه اسمها الانساتوريشن اندكس. ايه الانساتوريشن اندكس ده؟ ايه يعني ايه كلمه انساتوريشن اندكس؟ او بيسموها الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي. تمام؟ او نسميها النمبر اوف رينجز اند دبل بوندز. يعني ايه؟ قال لي لو انت عرفت الفورميولا، لو اديتك الفورميولا يعني كم كربون وكم هيدروجين وكم كذا، هقدر اعرف لك في دبل بوند ولا لا. تمام؟ صدق. هقدر اعرف عنك دبل بوند ولا لا؟ هقدر اعرف عندك في رينجز ولا لا؟ اتوقع يعني. ازاي يا دكتور؟ يعني انا لو بصيت للايثان، الايثان سي اتش 3 سي اتش ايه 3، اكتبها كده يا دكتور في الشات. الايثان سي اتش 3 سي اتش 3 يبقى كام؟ الفورمولا بتاعته ايه؟ سي 2 اتش 6، صح كده يا شباب؟ معانا ولا انتوا نايمين؟ سي 2 اتش 6، يعني في كربونتين وست هيدروجينات. هل ده في دبل بوند الايثان؟ الايثان في دبل بوند؟ لا. الايثان في رينج؟ لا. يبقى في كومبليت هيدروجينيشن. تخيل لو شلت منه اتنين هيدروجين هيتحول الى ايه؟ ايثيلين. الايثيلين الفورمولا بتاعته كام يا شباب؟ ايثيلين. الايثيلين اللي الفورمولا بتاعته كام؟ سي 2 H4. يبقى لما نقص منه هيدروجينتين بقى في 1 دبل بوند، صح؟ يبقى الـ كل ما بتقل الهيدروجينز كل ما ايه؟ بتظهر الدبل بوندز. طب لو كانت سايكل مثلا مش الاثنين يعني واحد تاني في سايكلايزيشن، يبقى انا خدت هيدروجين من هنا هيدروجين من هنا وعملت دبل بوند، عملت بوند وعملت سايكلايزيشن، يديني ايه كده؟ يبقى عدد الهيدروجين هيقل 2. يبقى كل دبل بوند هينقص مكانها كام هيدروجين؟ 2. مفهومه؟ كل سايكل هينقص مكانها كام هيدروجين؟ برضو 2. فبالتالي عدد الهيدروجين وطبعا عدد الكربونز اللي موجوده وعدد النيتروجين وهكذا هتحدد لي حاجه اسمها الانساتوريشن. الانساتوريشن اندكس احنا هناخده اختصارا عشان ما نمسكش ونطول فيه شويه. ده فورمولا بتتحسب من الفورمولا تقدر تعرف فيها عدد الدبل بونز وعدد الرينجز. اكتب معايا كده الانساتوريشن اندكس بتساوي عدد الكربون اللي في الفورمولا زائد 1 ناقص نص عدد الهيدروجينز او اي حاجه تكافؤها 1، يعني ناقص نص عدد ايه؟ الهالوجين. برضو زائد نص، زائد المره دي نص عدد النيتروجين اللي في المركب او اي حاجه تكافؤها 3. طب يا دكتور الحاجه اللي تكافؤها 2 اعمل فيها ايه؟ ما احسبهاش زي الاكسجين مثلا. طب حد كده يحسب لي الانساتوريشن اندكس بتاع المركب اللي قدامنا ده؟ حد يكتب؟ طيب اكتب لكم انا الفورمولا الانساتوريشن اندكس. اكتبوا كده الانساتوريشن. في ناس حسبتها كمان. الانساتوريشن اندكس بتساوي عدد الكربونز، كم كربون هنا؟ 9 زائد 1. 9 زائد 1 يبقى كام؟ 10. ناقص نص عدد الهيدروجين كام؟ 11 على 2. ناقص نص عدد الهالوجين يبقى ناقص نص، يعني ناقص
يبقى 10 ناقص 12 على 2 يبقى 10 ناقص 6 يبقى كام؟ 4. 4 ونص ازاي يا مروه؟ واللي كاتب لي 5. اللي احنا قلنا 9 زائد 1 ناقص نص عدد الحاجات اللي تكافؤها احادي. يعني الهيدروجين 11 والبرومين 1 لو عايز تجمعهم حتى وتقول عليهم 12 يبقى ناقص نص ال 12 6 يبقى كام؟ 10 ناقص 6 يبقى 4. تمام. يبقى الانساتوريشن اندكس 4. 4 يا دكتور يعني انا عندي اما 4 دبل بونز او رينج و3 دبل بونز وهكذا او 2 رينج و2 دبل بوند او 4 رينجز وهكذا. طبعا في الحاله اللي عندنا دي 9 كربونات ف... طيب ناخد امثله للانساتوريشن اندكس غير اللي في المساله. انا هسيب المساله لغايه كده مش هحلها لكم عشان تفكروا انتوا في الاستراكشر. لكن النقطه اللي عايز يعني مثلا لو قلت لك البنزين يا دكتور الانساتوريشن اندكس بتاعه كام لو انت في اي ماده تقدر تحسبها. بنزين وانا اول ما ابص على الاستراكشر بنزين فيه كام دبل بوند؟ في 3 زائد البنزين رينج نفسها الرينج يبقى 4. شاطرين. طيب البنزويك اسيد، البنزويك اسيد يا شباب الانساتوريشن اندكس بتاعه كام؟ خمسة. ليه؟ أربعة بتوع الرينج والخمسة بتاع الكربونين. حد مش متابع؟ تمام. طب البنزو الإيثايل سوري التولوين التولوين الانساتوريشن اندكس بتاعه كام؟ حد يقول لي كده؟ التولوين أربعة. طيب الانيلين الانساتوريشن اندكس بتاعه كام؟ الانيلين الانيلين الانساتوريشن اندكس بتاعه كام يا شباب؟ برضه أربعة وهكذا. أنا عايزك تطبق الانساتوريشن اندكس لو المهم إن أنت طيب في أي أروماتيك كومباوند أو بنزين خلينا نقول بنزين كومباوند هيبقى أقل من أربعة؟ ينفع؟ ينفع؟ ينفع يبقى بنزين كومباوند مش اروماتيك بنزين كومباوند اقل من اربعه؟ هل ممكن؟ لا ما ينفعش. تمام. يبقى اول ما الاقي اربعه او ثلاثه اكتر من ثلاثه اربعه يبقى احتمال يكون عندي اروماتيك. ممكن يكون اربعه دبل بوز ما اعرفش كونجيجيتد مثلا بس مش اروماتيك. لكني اقل من اربعه يبقى ما ينفعش يبقى بنزين. يبقى لو الانساتوريشن اندكس حسبته طلع اقل من اربعه ينفع يبقى بنزين؟ لا ما ينفعش. طيب ندخل بقى للايه للمساله. فالمساله انا عندي 3 سنجلتس واحد عند 7 واحد من 10 واحد 2 و3 من 10 واحد 2 و2 من 10 وما تنساش ان المساله فيها برومين وما فيهاش الا كربون واحد. يبقى انا احتمال عندي ايه يا شباب؟ الانساتوريشن اندكس طلع 4 يبقى احتمال عندي ايه؟ انا كده حليتها ولا ايه؟ انا مش هتكلم اكتر من كده عليك ان انت تجد بقى ايه الاستراكشر. حد جاب الاستراكشر يا شباب؟ طيب نسيبوها لك كده تفكر فيه. عايزين نتنشط كده عشان لما نيجي ندخل على الاساينمنتس اللي جايين ويبقى تدريب لينا لاخر السنه. ما انت ما تفكرش بس في وبعد كده لان النمار كده كده انت محتاجه لازم تتدرب تبقى شاطر فيه وانا عايزكم تبقوا دفعه شاطر. لما الانستريشن اندكس يبقى 4 يبقى ممكن يكون عندي اروماتيك ولا سيبكم تفكروا؟ نسيب لغايه كده. طيب يبقى انا اللي شرحته في المساله دي لغايه دلوقتي حاجتين الانستريشن اندكس وده يتطبق على اي فورميولا. ما دام اديتك الفورميولا تقدر تطلع الانستريشن ومنه تقدر تعرف عدد الدبل بونز عدد الرينجز او تتوقع شويه الموضوع. تاني حاجه شرحتها لك ازاي تحسب الانتجريشن ازاي تحول الانتجريشن سوري الى عدد بروتونز. اما بقى لسه ما شرحناش حاجه تاني في حل باقي المساله اسيبها لكم تعرف الاستراكشر بتاعها. طيب ناخد المساله اللي بعديها. الناس متابعه على الشاشه معايا ولا النوع التاني ده برضو تدريب مباشر هو كله لغايه دلوقتي احنا بنحاول ايه نعمل نرفع السكيلز بتاعتك بتدريبات مباشره.
الناس معايا ولا فصلت؟ لسه في ناس كتيرة ما صحتش الظاهر. انتوا نمتوا ولا ايه يا شباب؟ نتعلم بقى نصحى الصبح بدري، لان انت حالتك النفسية تتدهور طول ما انت بتصحى متأخر. ننشط شوية. تمام يا شباب؟ شغل النوم متأخر دوت والصحيان متأخر ده بيقلب الساعة البيولوجية بتاعتك. تمام؟ آه. المسألة التانية، حد حق بدأ يحل فيها؟ المسألة التانية بتقول لي إيه؟ هو عاوز يدربك على برضه نقطة محددة. إيه هي؟ بيقول لي بريدكت ذا مالتيبلسيتي. مالتيبلسيتي يقصد السبليتنج يعني. السبليتنج بتاع مين؟ بتاع البروتونز اللي عامل عليها هايلايتنج. الناس معايا؟ ناخد ايه مثلا؟ ايه شايفين ايه؟ ال CH3 الاولانيه وبعد كده CH2 عايز يعرفها وبعد كده CH3 اللي على اليمين. اول حاجه لما ابص على الاستراكشر قبل ما ابدا السبليتنج لازم في حاجه مهمه اعرفها، مين equivalent ومين non equivalent، لان هم لو equivalent مش هيعملوا splitting فما تغلطش. في المركب دوت في كام بيك المفروض تظهر؟ كام بيك؟ ثلاثة بيك، يبقى كلهم مختلفين. امسك ال CH3 اللي جنبها CH2، CH3 دي تظهر ايه؟ ما دام عايز اعرفها هي تظهر ايه احط ايدي عليها، شايف انا حاطط ايدي اهي. طيب مين اللي جنبك يا CH3؟ جنب CH2. اذا 2 زائد 1 وتظهر تريبلت، شاطرين كلكم اهو. طيب السي اتش 2 اللي بعدها عايز اعرفه، هروح حاطط ايدي عليها وبص الله بلاقيها جنبين. الجنب ده فيه 3 بروتون، الجنب ده ما فيهوش، يبقى اذا من جنب واحد، 3 زائد 1 كورتت، شاطرين كلنا بقينا صاحيين اهو. ما تخافش انك تغلط يا الناس اللي قاعده راكنه كده وخايفه، اكتب. تمام، طب اخر سي اتش 3 تظهر ايه يا شباب؟ سنجل، كلنا شاطرين في السبليتنج اهو. مين اللي قال واحد دي؟ واحد قصدك سنجل، ماشي. طيب ال ناخد بيه بقى، احنا مش هنتكلم على المكان، احنا بنتكلم هنا على سبليتنج عشان نثبت واحده واحده. التمرين اللي فات كان انتجريشن واساتوريشن اندكس، التمرين دوت ايه؟ سبليتنج. هو هنا مش عايز الكل، هو عاوز ايه بقى بالتحديد يا شباب؟ لا عاوز الكل بقى. الاول المركب ده الايزوبروبانول فيه كام بيك؟ لازم اعرف كام بيك. 3 بيكس، اول بيك اهي الاو اتش، تاني بيك دي، والثالثه اللي هي مين؟ الاثنين دول زي بعض، اظن عرفنا انهم ايكوفالنت، عشان كده هو عطي لي ايه علامه على واحد بس. طيب الاو اتش تظهر ايه يا شباب؟ هنا الاو اتش تظهر ايه؟ قال لي الاو اتش ما دام على هيتيرو اتوم يبقى الهيتيرو اتوم دي تحجبها عن باقي المولكيول، يبقى كانها ما تتاثرش بيه. ده طبعا في الايه؟ في الحالات الغالبه هيظهر سنجل. تمام، سنجل بس كده وبرود، سنجل وممكن تبقى ايه؟ برود. هام، ماشي، كلمه مظبوط برضه. طيب السي اتش اللي بعديها دي تظهر ايه؟ وان برود، تظهر شكلها ايه بقى؟ قال لي ابص الله ده عندها ثلاث جوانب، او اتش من هنا دي مش هتاثر عليها، وسي اتش 3 وسي اتش 3 دول زي بعض، يبقى 3 زائد 3 زائد 1 يبقى 7، يبقى سبتات، شاطرين، او مالتبلات، شاطرين برضو يا مارينا. تمام، يا مارينا وسؤالاء، ناس شاطره وعزه اهو، عايزين نشوف ناس اكتر. تمام، طب السي اتش 3 والسي اتش 3 دول زي بعض، دول 6 بروتونز، يظهروا ايه يا شباب بقى دول؟ الله، طب ليه؟ يبقى ده مثال تطبيقي بسيط لعمليه السبليتنج. ندخل اعلى شويه. طب في الحاله دي يا شباب اللي هي سي، ندخل بقى في مساله سي. انت شايف ايه في سي؟ هو عاوز بس السي اتش 3 والسي اتش، مش عايز اكتر من كده. المركب فيه كام بيك الاول يا شباب؟ في كام بيك ده؟ سي في كام بيك؟ 2 بيكس. ليه 2 بيكس؟ لان السي اتش 3 دي والسي اتش 3 دي والسي اتش 3 دي زي بعض، شاطرين، والسي اتش دي اللي مختلف. يبقى انا عندي 9 هيظهروا مع بعض وواحده تظهر ايه؟ لوحدها. طيب التسعة دول يظهروا ايه يا شباب؟ 9 بروتونز، يظهروا شكلهم ايه؟ السبليتنج بتاعهم ايه؟ عزة ورندا، ناس بتزيد اهي، مروة، تمام، شاطرين.
كلهم بيقولوا ايه؟ لا في واحده قالت سنجلت. ليه سنجلت يا دكتور؟ ليه يا رندا سنجلت؟ سنجلت يعني ما فيش حاجه معاها عامله لها سبليتنج. قلنا عشان نعرف السبليتنج نروح مخبينها كده كلهم ونشوف مين اللي جنبها. جنبها واحد بروتون، يبقى واحد زائد واحد. خلاص يا رندا، واحد زائد واحد يعني دبلات. الله ينور عليك. طيب التسعة بروتونز بقى هيظهروا دبلات. طب البروتون لوحده يظهر ايه؟ قال لي حط ايدي عليه، جنبه كام بروتون يا شباب؟ ثلاثة زائد ثلاثة، كلهم زي بعض، يبقى ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة يبقى 10. 10 يعني مالتبلت. يعني ايه؟ مالتبلت. مالتبلت اكتر من اربعة تقدر تقول ايه؟ مالتبلت، وانت مرتاح، مفيش مشاكل. تمام؟ تاخد نحل الكل ولا ايه؟ لا ما نحلش الكل. حل الكل؟ طيب انا هحل الارماتيك واسيب لكم الباقي. طيب الاروماتيك دي مثلا اللي هي دي الاروماتيك، عشان تعرف السبليتنج يا دكتور هنبدا في نوعين من السبليتنج عندي. التروين في نوعين، السي اتش 3 نفسها ودي سمبل سبليتنج، دي تظهر يا شباب السي اتش 3. الناس الأسماء مصطفى بتقول على المسألة اللي فاتت 3 زائد 3 زائد 3 زائد 1. تمام؟ يبقى 10. أما التلوين السي اتش 3 في ناس قالت دبلت وفي ناس قالت سنجلت. ليه دبلت يا شباب؟ ليه دبلت؟ لا مش دبلت يا عزة. ليه؟ السي اتش اللي على الكربون هنا عشان يعملوا سبليتنج ما دام بره الأروماتيك رينج يبقى المسافه هتبقى اكتر اكيد من 3. يعني ادي 1 بوند 2 3 اتش، الاتش اللي بتتكلم عليه ده بعيد خالص، يبقى بالتالي السي اتش 3 تظهر ايه؟ سنجلت. تمام، يبقى السي اتش 3 سنجلت يا شباب. طيب بالنسبه للرينج بقى، بالنسبه للرينج اول حاجه في حاجه لازم اخد بالي منها، مين زي مين على الرينج؟ مين البروتونز اللي زي بعضيها الاول؟ ده اولا كومبلكس سبليت. طيب ممكن تقول لي على الرينج دي مين زي مين؟ الخمسه زي بعض مثلا. نبدا نتعلم بقى في الاروماتيك which protons are equivalent which protons are not equivalent. زي بعض؟ لا مش زي بعض، شاطرين. الاتش دي زي الاتش مين بقى؟ اللي جنبها هنا ولا اللي هنا؟ الاورثو زي بعض؟ تمام. الاثنين اتش دول زي بعض؟ تمام. البارا زيهم؟ لا يا دكتور. يبقى الاثنين اورثو زي بعض والاثنين متا زي بعض، لانه سيمتريكال المركب، الاتش دي زي دي حالتها زي دي، يبقى يطلعوا مع بعض. والاتش البارا دي لوحديها، يبقى انا عندي كم مجموعه على الاروماتيك؟ عندي ثلاث مجموعات. اول مجموعه فيها 2 بروتونز اهم، تمام، وتاني مجموعه فيها 2 بروتونز، وثالث مجموعه فيها 1 بروتون. خلي بالك قبل ما نتكلم على السبليتنج، لما تكون البنزين عليها الكايل الفروق بين البروتونز دي بتبقى قليله جدا، وبالتالي بيظهر مالتبلت. ولذلك فاكر لما حطينا التولوين في المحاضره المره اللي فاتت قلت لك ما تبصش الخمسه دول هيطلعوا مالتبلت. تمام؟ يبقى اول ما تلاقي الالكايل مالتبلت وقريبين من بعض، كل ما يبقى الالكايل سمول ممكن تلاقي دي كلها على بعض تظهر كسنجلت الخمسه. انت بتلخبطنا كده يا دكتور، مره تقول لي مختلفين ومره تقول لي زي بعض. هما مختلفين فعلا، بس الاختلاف بينهم قليل جدا، يعني في الكيميكال شيفت قليل، فبالتالي بيعمل لهم حاجه اسمها يعني يبقى اوفرلابنج على بعض. تمام؟ لو الالكايل دي صغيره ما بتسمحش للفروق دي تظهر، فتبقى الخمسه يظهروا لي كسنجل او مالتبل. لو الالكايل زادت شويه تظهر مالتبل ويبقى صعب عليا ان انا افرق بين الخمسه. تمام؟ طيب شلنا الالكايل دي يا دكتور وحطينا، احنا كل ده في المونو سبستيتيوت، وحطينا كلور او نيترو او حاجه ليها سترونج افكت على الرينج، هتفرق كده بين الايه؟ الاثنين القرص والاثنين الميتا والواحده الباره، فرق كبير جدا. المحاضره فاضله 10 دقائق وهنكمل بعديها ان شاء الله. تمام؟ لو قطع ندي نفسنا خمس دقائق كده من ايه؟ ونكمل ان شاء الله. عشان قال لي المونو سبستيتيوتد، افتكر المونو سبستيتيوتد دي اول حاله،
لو مونو سبستيتيوتد وسمول الكان جروب هيظهروا الفايف بروتونز مع بعض كسنجلت او بالكتير قوي مالتي. تمام. طيب لو بدل السمول الكايل كان فيه سترونج الكترونز دراوينج عزه بتقول ازاي هو السمول الكايل زي سي اتش 3 مثلا سي اتش 2 هتلاقي الفروق بينهم محتاجه سترونج ماجنت فهتلاقي الخمسه يعملوا اوفرلاب على بعض يعني قربوا من بعض فيبان لك من بعيد ان هم انهم سنجلت. تمام. لان الجهاز مش قادر يفرق بينهم من بعض. اما لو الالكال دي زادت شويه او بقت برانشد او ممكن تلاقي فروق بسيطه فتظهر لك كانها مالتيبل برضه بس ايه الفرق بينهم لا في الكيميكال شيفت هيبقى كبير ولا حاجه يعني مش بعاد عن بعض الجهاز مش قادر يفرق بينهم. تمام وضحت. لكن لو عندي سترونج الكترون ويدرون جروب او سترونج الكترون دونيتنج جروب هيبدا الاثنين اورثو يختلفوا على الاثنين ميتا يختلفوا عن البارا اختلاف شديد. تمام. ويظهروا في اماكن مختلفه. لما ده بيظهروا في اماكن مختلفه اقدر اشوف كل واحد لوحده. طيب هيظهروا بنسبه ايه؟ الاثنين اورثو دول كده كده زول زي بعض حتى لو عملت ايه الاثنين دول زي بعض. طيب والاثنين ميتا برضو زي بعض والاخيره دي مختلفه عنهم يبقى هيظهروا 2 الى 2 الى 1. تمام. ممكن تبقى البارا دي قريبه من مين؟ من الاورثو يعني الاثنين اورثو والبارا دول جنب بعض شويه والميتا تبعد عنه. طبعا ده ليه؟ لان انا عندي ان او 2 عندي سي ال عندي مجموعه سترونج الكترون شكلهم هيظهر ازاي هنأجلها دلوقتي. تمام. يعني السبليتنج بتاعهم نأجلها شويه لان الاثنين دول هيحصل لهم سبليتنج بمين؟ بالاثنين دول وبدي كمان وهكذا. هنشوف بعد كده بعد ايه المره الجايه ان شاء الله هنزود الكومبلكس سبليتنج. انا هتوقف عند دي بس ان انا فهمتك هنا هو نقطتين. اول نقطه في الاروماتيك لازم تعرف مين بروتونز ايكويفالنت ومين مش ايكويفالنت. تاني حاجه المونوسبستيتوت هو اكتر واحد كومبلكس فانا شرحت منه حته والمره الجايه هنشرحها تاني ونطول شويه في الاروماتيك. ماشي يا شباب بس مش هنقول اكتر من دي النهارده. تمام عشان ما نعرفش. طيب نيجي للي بعدها معلش ايه ناخد مساله بقى سهله نختم بيها الجزء الاولاني. طيب السبليتنج بتاع اي ايه هنكمل يا مروه المحاضره الجايه شرح. انا مش عايز النهارده اشرح حاجات جديده كتير انا عايز اطبق في اللي انت عارفه اوريدي. تمام. ممكن ازود حاجه صغيره. ماشي يا شباب الاروماتيستي هناخد لها محاضره هي والباقي السبليتنج. اوكي. طيب ناخد احنا اللي عارفينه اوريدي يكفينا ان احنا نحل بيه شويه كتير. المساله ايه الاول عشان بس ما يبقاش في الناس ما تحسش ان اللود الشرح كبير وما بحلش كتير فانا اخد استراحه محارب كده نحل فيه. ايه انت شايف عندك كام بيك الاول في المركب ده يا شباب؟ كام بيك الناس تبدا تجاوب؟ 4 بيكس. والاربعه بيكس عايز السبريتنج بتاع كل واحده. السي اتش 3 دي هتظهر ايه اللي انا حاطط ايدي عليها؟ تريبلت. ليه تريبلت؟ عشان جنبها سي اتش 2. طب السي اتش 2 تظهر ايه اللي هنا؟ كورتت. تمام. ونفس القصه هنا السي اتش 2 دي كورتت ودي تريبلت. طب السؤال ليكم يا شباب لو شلنا الاكسجين دي مش موجوده يبقى عندي كام بيك؟ لو الاكسجين دي مش موجوده يبقى عندي كام بيك؟ 2. ايوه بدانا من فوق كده يا محمود. الناس شربت القهوه والشاي بتاعها ولا لا؟ المره الجايه اعمل لكم محاضره الساعه 7 الصبح عشان تفوق لان المره عاوز ناس صاحيه. انا غيرت ميعاد المحاضره عشان النت بيبقى صعب احيانا بالليل. تمام. وعشان تفوق شويه المره الجايه عايز اخليها بدري شويه. تمام. موافقين ولا ايه؟ لو شلنا الاكسجين هيبقى 2. ليه؟ لان السي اتش 2 دي هتبقى سيمتريكال دي يبقى زي بعض يعني الاربعه بروتون يطلعوا مع بعض. طب والثلاثه والثلاثه زي بعض. طب حد يقول لي السبليتنج في اللحظه دي هيبقى ايه؟ الاربعه بروتون دول يظهروا ايه يا شباب لو مفيش اكسجين؟ الاربعه بروتون هوبا الناس هتغلط. الاربعه بروتون يظهروا ايه في الحاله دي؟ في ناس قالت 7 جمع الثلاثه زي الثلاثه بتساوي 1 وناس قالت كورتت وناس قالت مالتي بليت عشان تريح دماغها.
بتهرب منها يا مارتين. الاول ابص سي اتش 2 هي احسن لها سبريتنج باللي جنبها بس ثلاثه دول، وبالتالي ولزيها نفس القصه هنا، فهيظهر كورتت. يبقى تظهر كورتت سي اتش 2 تظهر كورتت عادي، والسي اتش 3 تظهر تريبلت، ولكن مش هتظهر سي اتش 2 مش هتظهر 2 بروتونز و3 بروتون، لا هتظهر 4 بروتون و6 بروتون. تمام يا شباب، نسيب لكم الباقي تفكروا فيه. طيب مبدئيا المساله الاولى احنا دوسنا شويه في الانتجريشن، المساله الثانيه والانساتريشن اندكس، المساله الثانيه اتكلمنا على السبريتنج شويه سيمبل لغايه دلوقتي، يعني ما فهمتش اهداء ما فهمتش. لو الاكسجين دي مش موجوده يا اهداء يبقى اذا السي اتش 2 دي زي السي اتش 2 والسي اتش 3 دي زي السي اتش 3، اذا عندي 6 بروتون و4 بروتون. لكن لما اجي اطبق السبليتنج هبص حط، انا قلت حط ايدك على السي اتش 2 صح كده، مين اللي جنبها من هنا؟ 3 بس، الثانيه مش الثانيه مناسله ليها مش جنبها، يبقى السي اتش 2 دي هتظهر ايه؟ كورتن، لان جنبها 3 بروتون. كون بقى في واحدة زيها يبقى 4، هيبقى 4 بروتون كورتت، والتانية السي اتش 3 هتظهر ايه؟ تريبلت، لأن جنبها 2 اتش. فهمنا يا هدى؟ كون بقى في واحدة زيها يبقى 6، بدل ما يبقوا 3 هيبقوا 6. ها؟ فاحنا ركزنا على نقطتين صغيرين عشان نبقى ماشيين مع بعض، احنا بنتصاعد في التدريب واحدة واحدة زي ما بنقول. هنقفل كده وندي 5 دقايق وان شاء الله نكمل. تمام يا شباب، حد فاهم حاجه؟ نكمل ولا بلاش؟ انت معاك دلوقتي المسائل صح، اقعد بقى افكر في اللي بعديها خلال 5 دقايق ونرجع تاني على نفس اللينك. ماشي يا شباب، يا ريت الناس تتابع معانا الحل. وتكتب وتغلط عادي مش مشاكل. سلام.